جهود حثيثة تبذلها السلطنة ممثلة في هيئة البيئة مشاهدينا للقضاء على الطيور الغازية تشكل خطر بالنسبة للبيئة العمالية. تفاصيل كثيرة عن نوعية هذه الجهود نتحدث الليلة عنها بحضور ضيفنا الكريم عبر هذا الربط المرئي مشاهدينا من محافظة ظفار. ينضم معنا رئيس اللجنة الفرعية بظفار للحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية الأستاذ طالب بن علي بن خميس العبري، وهو المدير العام المساعد أيضا بالندب بهيئة البيئة. مساكم الله بالخير أستاذ طالب، حياكم الله في برنامج من عمان. مساء النور للأخت بيان والمشاهدين الكرام، فشكرا لكم بداية على تسليط الضوء للحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية. تستحق بكل المساحات نظرا للخطورة تشكلها اليوم هذه النوعية من الطيور على البيئة، رح نتحدث عنها لاحقا بكل تأكيد، لكن نبدأ نعرف المشاهد الكريم أستاذ طالب بالطيور الغازية. نعم طبعا هذه الطيور الغازية الذي استهدفتها الحملة ليست طيور محلية، ولكن الموطن الأساسي لهذه الطيور ابتداء من الهند وبنغلاديش وباكستان وجزء من الصين. دخلت إلى أرض السلطنة فتكاثرت حتى أصبحت هي غريبة، وكذلك غازية استوطنت أو هاجمت أو استحوذت على الموائل التي كانت تعيش فيها الطيور المحلية العمانية. نعم، يعني أيضا هناك أنواع كثيرة كما نعلم أستاذ طالب بهذا النوع من الطيور، لو نعرف المشاهد الكريم عن أبرز هذه الطيور. نعم أبرز طيرين الذي تستهدفهم الحملة هو الطائر الغراب الهندي وما يسمى بالطائر الدوري، وكذلك طائر الميناء. طبعا ينتشر الغراب الهندي على السواحل وبشكل أكبر بعكس طائر الميناء، فطائر الميناء دائما نلاحظه في كل مكان سواء على السواحل أو التجمعات البشرية وكذلك على أقدام الجبال. وبشكل عام هذه الطيور الغازية المقر الرئيسي في انتشارها ابتداء من المواني والسواحل والتجمعات البشرية وكذلك المزارع ومكبات النفايات. نعم، يعني نحن ذكرنا في حديثنا أن هناك حملة وطنية أيضا تكافح هذا النوع من الطيور، وحسب تصريحات أكثر من 35,000 تقريبا طير غازي تم القضاء عليه منذ انطلاق هذه الحملة في المحافظة. قبل ما نتحدث عن هذه الأرقام والأحصائيات، نود التركيز على تأثير هذه الأنواع من الطيور أستاذ طالب على البيئة والنظام البيئي بشكل عام. نعم، فهناك طبعا في جهود أولا نفذتها هيئة البيئة حول هذه الطيور، وبعد ذلك أطلقت الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية. فمن خلال التقصي رصد بأن هذه الطيور لها أكثر من ضرر سواء على المستوى البيئي أو على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وكذلك حتى الصحي. على المستوى البيئي طبعا هي أثرت على التنوع أو توازن التنوع الأحيائي، مثل ما أسلفت في البداية بأن هذه الطيور تهاجم الطيور المحلية سواء على الصغار أو البيوض أو الأعشاش حتى تستحوذ على الموئل. كذلك لهذه الطيور مقرات أو بؤر للمبيت، وهي على الأشجار وكذلك على المناطق ذات الكثافة الشجرية سواء الحدائق أو المنتزهات، بحيث أن ترجع بالليل للمبيت وتنشط بالنهار للبحث عن الأكل سواء على الشواطئ أو مكان مكبات النفايات. لذلك أثرت على التوازن البيئي أو الدورة الحيوية للجانب البيئي، مما اختل التوازن. أما إذا تحدثت عن الجانب الاجتماعي أو الجانب الاقتصادي، فهذه الطيور تهاجم الأسماك المجففة التي تؤثر على الاقتصاد، كذلك تهاجم الثمار والمزروعات، بالإضافة أنها تتلف الممتلكات العامة. أما الجانب الصحي توجد عدة دراسات وتقصي وبحوث بأنها هي أحد الأسباب
نقل الميكروبات والأمراض والأمراض الدقيقة والأمراض كذلك سواء للكائنات الأخرى حتى تصل إلى الإنسان. نعم، يعني ونظرا لهذه الخطورة هيئة البيئة أطلقت حملة وطنية كما ذكرنا في بعض المحافظات خلال هذا العام، واستهدفت محافظات كثيرة كما ذكرنا في ظفار على سبيل التحديد أكثر من 35 ألف طير تم القضاء عليه. نتحدث عن جهودكم الفريق المشارك في المحافظة في القضاء عليه، وكختام أيضا عن دور المجتمع في المساهمة في هذا القضاء. نعم، بالنسبة أولا بالجهود الذي بذلتها هيئة البيئة حتى وصولا للحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، نريد أسلط على أساس أن هذه الحملة ليست وليدة اللحظة، ولكن هناك عمل دؤوب قامت به هيئة البيئة منذ عدة سنوات لمكافحة هذا النوع من الطيور الغازية. على سبيل المثال تم تشكيل فريق بحثي متخصص من أخصائيين على مستوى الهيئة وكذلك الجهات الأخرى حتى أكاديميين. دور هذا الفريق البحثي يدرس سلوك هذا النوع من الطيور وكذلك البحث عن التجارب سواء التجارب العالمية لمكافحة هذا النوع من الطيور وكذلك إعداد دراسات بحثية خاصة بهذا أو بهذه الطيور. كذلك تم تشكيل لجنة رئيسية برئاسة سعادة الدكتور رئيس الهيئة ومكونة من أعضاء ممثلين الجهات الأخرى ذات الاختصاص، بالإضافة تم تشكيل لجنة فرعية ميدانية. دور هذه اللجنة البحث أو ابتكار أدوات ووسائل للحد من هذه الطيور أو القضاء من هذه الطيور. فتم تشكيل اللجنة على سبيل المثال على مستوى محافظة الظفار لتقوم بهذا الدور. من خلال هذه اللجنة حددت أربع وسائل أساسية للحد من هذه الطيور. الوسيلة الأولى هي وسيلة الإطلاق، الوسيلة الثانية الأقفاص بعمل مجموعة من الأقفاص ذات أحجام وأشكال مختلفة بناء على سلوك هذه الطيور، بالإضافة الموائد المعزولة، وأخيرا مهاجمة العشاش بأي كان أو بأي سلوك يتم تحديده. الفريق الميداني طبعا استخدم جميع الوسائل وتم التجريب قبل إطلاق للحملة، فلاحظت بأن كفاءة الإطلاق على كفاءة الإطلاق أكثر من الوسائل الأخرى كون أعداد الطيور كبيرة جدا على مستوى المحافظة وكذلك على مستوى محافظات الذي ينتشر فيها هذا النوع من الطائر مثل مسقط وجنوب وشمال الباطنة. لذلك تم البحث عن السلاح أو المناسب للإطلاق، وتم اختيار السلاح الهوائي كونه أكثر كفاءة وكذلك لا سمح الله أقل ضرر. بالإضافة الأقفاص يتم استخدامها وما زالت مستمرين في استخدامها، ولكن قد يكون كفاءتها أقل من السلاح، وبالذات بالنسبة للغراب الهندي كونه شديد الذكاء ما من السهل يدخل في هذه الأقفاص. بالإضافة ما زلنا مستمرين في الموائد المعزولة، وهي عبارة عن موائد معزولة يتم وضع الأطعمة التي تتناسب مع هذه الطيور لكي فيما بعد ممكن يتم تسميم هذه الطيور بأي شكل من الأشكال. أما ما يخص العشاش فهناك توجه على أساس يتم التعامل مع هذه الأعشاش في موسم تكاثرها عن طريق التزييت أو ثقب البيوض، وكذلك في توجه باستخدام تقنيات حديثة عن طريق طائرة الدرون يتم تزييت هذه البيوض، كون أن هذه العشاش موجودة في أعلى الأشجار وكذلك في أعمدة الإنارة الموجودة على الشوارع. نعم، كل التوفيق لكم، بارك الله جهودكم أيضا في هذه الحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية. شكرا على انضمامك معنا للحديث عن جهود الفريق المشارك في محافظة ظفار على وجه التحديد. كان معنا مشاهدينا طالب بن علي بن خميس العبري رئيس اللجنة الفرعية بظفار للحملة الوطنية لمكافحة الطيور الغازية، وهو أيضا المدير العام المساعد بالندب بهيئة البيئة، فكل الشكر له.
وإلى المحطة الأخيرة في أمسية ليلة من برنامجكم من عمان الحديث عن ثقافة العمل الحر بين شبابنا. ابقوا معنا.